السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أخواني المتابعين مرة أخرى. اليوم إن شاء الله راح أعلمكم أخوكم أولا جمال ناصر مبارك بظفاري في برنامج تعلم مع جمال. اليوم إن شاء الله راح نتعلم شيء جديد اللي هو عبارة عن كيف أنظف الفلتر مال المكيف. طبعا راح أرويكم وين مكان فلتر المكيف وحسب كتالوج الوكالة. فلتر الوكالة هذا فلتر التكييف خاصة يتنظف أو يتصفى، تشيله تصفيه كل 15,000 ويتبدل كل 30. فأنا أنصح دائما إذا أنت راح تبدل أويل كل 10,000 أو كل 10,000 كيلومتر أنك تنظفه لين ما توصل 30 أو حسب الاستخدام، لأن في بعضهم يكون عندهم استخدام عالي فيتوسخ بسرعة أو تصيده وصاخة بسرعة. فراح نتابع مع بعض. طبعا اللي ما يعرف وين مكان فلتر هواء المكيف فهو موجود داخل السدة. زين، اول شيء راح تسويه تشوف هذا مكانه موجود، تشوفه داخل هني. زين، انا طبعا بدلته من قبل بس الحين راح انظفه. اول شيء تسويه اللي هو تفك المعين، بطل هذه، هذا الجيك، صبر شوي معين. هذا اول شيء تفكه موجود بالجنب. زين، وبعدين عندك تروح تمسك الجهه هذه، شوف راح تشوف هني فيه مثل القطعه تفك بس. وهذه الجهه عندك. زين، الحين نزل كامل، شوف فضع عندنا، تقدر تطلعه معين، تقدر تطلع او تقدر يعني تحط له شيء تحت اذا تبغى تطلع تطلعه، شوف يطلع بكل سهوله. فيفضالك الفلتر، شوف هذا مكانه وهذه السده طلعت بدون اي مشاكل. زين، عقب تروح تفك الجهه هذه، الجهتين اليمين واليسار، في عندك مثل الكليب، هذا الكليب تشوفه تضغط له داخل، والكليب هذا الثاني اليمين تضغط له داخل طلعنا. طبعا تأكد اخواني، شوف عندك هنا علامة مكتوب اب، وهو يرجع بهالطريقة اب يعني فوق، فما تعكسه يعني ما ينعكس ابدا، لان شوف السهم موجود. زين، فيرجع بالطريقة هذه، مثل ما فتحته على اب يرجع على اب. وعندك الفلتر هنا قبل ما تطلعه، شوف السهم هذا، الفلتر السهم هذا اب، شوف هني هذا اب، يكون باتجاه العلوي ومع شو يسمونه مع الغطاء. شوف السهم الاثنين يركبون بنفس الطريقة. زين، راح نطلعه الحين، نسحبه بس عملية سحب عندك. زين، وراح نرش الهواء. يوم بترش الهواء اول ما تبدا بالاتجاه هذا، حاول ان ما يكون الهواء شديد، حاول ان الهواء ما يكون شديد لدرجه انك راح تخرب الفلتر، لا على الخفيف بس. ثم نعكسه، طبعا لا زال الفلتر على هاللون الابيض، لكن يوم يستوي رمادي شوي زياده فلازم نتبدل، هذا هو القانون. هذا الفلتر تشوفونه ما شاء الله تبارك الله نظيف. الحين راح نرجع مكانه، طبعا مثل ما قلت لكم على اساس نرجع مكانه، تشوف الاب لازم نركب بالطريقة هذه ما تعكسه، لا شوف اب هذا فوق يعني يرجع بالاسلوب هذا. زين، خلاص في مكانه. هذا الغطاء نفس الشيء، عندك هني اب، شوف اشارة وين، نفس ما طلعناه اب. زين،
وهذا يكون علوي العلا. راح نضغط عليه راح تسمع الصوت هني يمين. اوكي خلصنا منه. الحين نجيب السدة معين شوف بروحها راح تركب. زين ركبت السدة وهذا الجيك هذا اللي فكيناه. طبعا نسحبه شوي تحت بعدين راح تركبه. اوكي خلاص بسم الله. اوكي طبعا تأكدوا ان اسفل الكليبات هذه مال الدب اللي تحت راكبة في مكانها. وهذه السدة خلصنا. عمل سهل بسيط ما يحتاج الى شغل. وهذا انصحكم انكم تغيمون فيه كل 10,000 كيلو متر. بذلك يكون قد اتممنا عملية تنظيف الفلتر مال التكييف. اشكر كل من تابعني من المشاهدين. اتمنى ان اكون قد وفقت. ان شاء الله تابعونا في حلقات اخرى. شكرا.